تسلمت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية اليوم الجمعة رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلفا لمعالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. نعم، وجرت مراسم انتقال الرئاسة ضمن جلسة أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة. رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى معالي الأخت فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب البحريني. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوات والأخوة، باسمكم جميعا اسمحوا لي أن أجدد الشكر لأخي العزيز معالي السيد صقر غباش على ما قام به من جهد حثيث في الفترة الماضية خلال ترأسه الاتحاد، ونحن عازمون بإذن الله تعالى البناء على ما تحقق ومواصلة المسير على نحو يأخذنا إلى الأفق الأوسع من العطاء والإنجاز بعملنا الموحد وشراكتنا الفاعلة وتطلعنا المشترك ليكون اتحادنا هذا وبعدما يقارب 28 عاماً على تأسيسه معبراً عن التطلعات المتنامية لتعزيز النقل الثقل البرلماني العربي على المستوى العالمي.